ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ميدوم حال أختي، اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من ويسلان نواحي مدينه مكناس. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، شكون اللي عقل على هذه الشابه اللي امامنا؟ صدق او لا تصدق، الشابه سعيده اللي كنت تابعتها تقريبا الان يعني عام او عام وعام ونص وزيادة، وقع لها واحد المشكل بواحد الجريمه اللي كانت يعني اهتز عليها الراي العام الوطني، واللي من خلالها فقدت فيها البصر ديال عينها بزوج من بعد ما تعرضت لاعتداء. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، كما كتابعوا معنا بسبب علاقه غير شرعيه. نعم، المهم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي ان سعيده ساعدوها المحسنين باكثر من 30 مليون كما كتقول، وزيد على ذلك مجموعه ديال الناس اللي جاوا عندها مباشره، وزيد الاتصالات وزيد العوين ديالكم، هادشي كامل مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي عاونوها الناس باش ترجع تشوف من جديد. وكتقول ان خالتها خذات لها، خالتها وبنت خالتها خذات لها كاع الفلوس ولاحوها للزنقه. تفاصيل ستهز المغاربه مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، نتمنوا نبارطاجيو هذا البث المباشر على نطاق واسع، لان سعيده الان كتعيش ظروف قاسيه وقاسيه. لولا هاد السيده اللي مصادفها الان بالمنزل ديالها كان ممكن مسكينه في هاد البرد وفي هاد الشتاء تكون في الزنقه. غادي نخليكم مع سعيده اللي غتحكي لنا القصه ديالها وشنو وقع لها من بعد، من بعد ما وقع اللي وقع. نعرفوا شنو كيفاش وصلت لهذا الوضع هذا، وعلاش ما تعالجاتش، وعلاش ما دارتش العمليه باش رجع ليها البصر ديالها. كلكم غتذكروا هاد الشابه هذه والواقعه اللي وقعت لها. نعم تفضلي سعيده، غير شويه عليك اختي، غير شويه عليك. نعم كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، فللاسف الان سعيده لا زالت يعني مازال نفس الوضع، ما دارتش لا عمليه لا حتى شي حاجه. كتقول انها تعرضت لاستغلال، واستغلال صعيب وبالدموع مشاهدينا، لان لحد الساعه كتقول لك حياتي تدمرات وزادوا دمروني عائلتي. سعيده شنو وقع لك؟ مرحبا بك معنا على المباشر. شكرا خويا جمال، الله يخليك، شكرا لكم بزاف. كما كتعرفوا انا كل الناس اللي كنت جالسه معاهم، اللي الخاله ديالي وبنتها وراجلها، كلشي كاع المغاربه اللي كانوا عارفينها بان هي كتقول انها غادي توقف معايا، وبداك الوقت راه كلشي عرف، كلشي عرف القضيه ديالي وكلشي وقف معايا، الله يجازيهم بخير، المحسنين من كل بلاصه من خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن، وكلشي صراحه وقفوا معايا، ما نديش ننسى الخير ديالهم. ولكن هي كانت داك الوقيته اللي كنت انا جالسه معها كانت غير كتستغل فيا وكتحقر فيا، وانا كنت ما كنقدر ندير حتى شي حاجه. ولكن من بعد انها استغلتني ودات لي كلشي، ودات لي فلوسي، ودات لي حوايجي، ما خلاتني حتى شي حاجه. وكما كتشوفوا خرجت من عندها صافي، وبقيت غير في الزنقه غير متشرده، وعلى الحاله ديالي تما كنشوف فيها. نعم سعيده هي اللي كان فقدت البصر ديالها بسبب الجريمه بموس يعني اللي كان كما كنقولوا عور لها العينين ديالها بزوج، وكان يعني كانت عرفت واحد الموجه ديال التضامن كبيره على المستوى الوطني وخارج ارض الوطن. الكل تضامن مع سعيده، الكل بقات فيه هذه البنيه هذه، ولو انه عرفوا يعني الاسباب وشنو واقع، ولكن اللي وقع في الشابه هو اللي كان اثر في المغاربه كاملين. كيفاش وقع لك سعيده؟ يعني قرب المغاربه كاين اللي باغي يعرف شنو وقع لسعيده، وكيفاش جات يعني كيفاش جات هذه المساعدات وكيفاش جا هذا الشيء. انا داك الساعات فاش كنطرى ليا المشكل كما كيعرف كلشي، كنت جالسه انا معاها، كنت داك الساعات انا في كندير العمليات، جالسه في دار خالتك. كنت جالسه معاها في دارها، كانت داك الساعات ماشي كانت دارها، كانوا غير الناس دايرين فيها خير، كلشي كنعرف، وكنت انا جالسه معاها.
وديك الساعات انا فاش مش كنت هكا في الطبيب وداكشي، انا كنت كندير العمليات ما كنعقل على والو، ما كنشرب الدواء، ما كنعقل. وهذوك العمليات واش مخلصين ولا فابور ولا؟ لا، هذوك العمليات وقفوا معايا غير الطبيب ديال الدول في الطبيب، في المحسنين وقفوا معايا في الطبيب وداروا لي العمليه، ما تخلصوش من عندي في حتى شي حاجه، لا في العمليه الاولى الله يكثر خيرهم اللي درت هنايا في مكناس، ولا اللي درت في فاس، ما تخلصوا من حتى شي حاجه، كلشي وقفوا معايا غير الناس ديال الطبيب الله يجازيهم بخير. نعم. ما خلص حتى شي حاجه. ولكن من بعد هذاك الساعات لقات فرصه المره الاولى، راه تامر داكشي انا عاد شفت الفيديوهات، كانت جالس في واحد الفيديو كانت صور راسو مع صور راسو، قالت لهم انا ما غاديش نقدر نهزها، انا يا ما في حالتيش، انا راه جالسه غير مع الناس دايرين فيها خير، انا ما عنديش كيفاش نديرها. ولكن من بعد انا فاش وصلوها فلوس ولات كتقول لهم انا عندي بنت وحده ونديرها هي الثانيه، ولكن من بعد شكون هي هذه؟ هذه الخاله ديالي. أه. كتقول لهم عليا انا راه عندي بنت وحده وعندي سعيده هي البنت الثانيه، وهي داك الساعه صرا غير بانها باش تستغني وباش تجمع واحد الجمع داكشي اللي بغات هي على على عليا انايا. وفعلا راه داكشي اللي دارت، انها استغلتني من المزيان، ومن بعد مور داكشي بواحد 7 ديال الشهور صافي دارت الدار، دارت داكشي اللي بغات، ومن بعد لاحتني انا الزنقه لا هي ولا بنتها، وعيرتني وما خلاتش ما قالت فيا، وعيرتني ولاحتني الزنقه وقالت لي ما في جهدك ما ديري، اهديت لك وما في جهدك ما ديري. ومن بعد انا ما لقيت من غير الله اللي عندي، ما عندي حتى شي واحد اللي غادي يوقف معايا ولا اللي غادي يشوف الحاله ديالي. ما تبكيش اختي، ما تبكيش اختي على قبل عويناتك، الله يحفظك، ما تبكيش ما تبكيش. عيس عيس ما في الكفايه، عمرني في حياتي ما قلت عيس، ولكن انا بعيس حيت كاع وليت كنتعرض لاحتقارات من عند صحاباتي، سكنت مع ناس مورا فاش خرجت من عندها كريس، ماشي سكنت ما كاينش اللي شاف فيا، سكنت مع ناس كنعرفهم المدة ديال 7 سنين، وفي التالي لا حولي بلا شفقة ولا رحمة، كي خصني نصرف خصني نخلص الكراه خصني نجيب، أنا ما عندي حتى شي واحد من غير الله وبغير المحسنين، هادشي اللي عندي ما عندي حتى شي واحد، راه غير المحسنين اللي كيديرو فيا خير، أنني باش نشري الدواء، والدواء اللي خرج لي الطبيب دابا غالي على الأول، ورغم ذلك ولا هدرت كتحقر أخويا مولي، وليت كتحقر ولاو كيحقروني ولاو كيعايروني إلا شريت شي حاجة يديوها لي، جابولي المحسن شي حاجة يديوها لي، راه ديال الصراحة راه كبر كتجي هاد السيدة كراني دابا في الزنقة، معنديش صافي. شكون اللي كيحقرك؟ هادوك صحاباتي اللي كنت كنحسبهم صحاباتي، حقروني كيعايروني إلا هدرت على حقي ولا قلت غير شي حاجة داوها ليا، إلا هدرت هزولي واحد الحاجة وهدرت أنهم تيوليو يحقروني، تيوليو يسبوني، تيوليو الضرب كيبغيو يضربوني، حيت علاش تهضري؟ علاش نهضر؟ خصهم يديرو فيا ما بغاو، علاش راه خالتي ودارت فيا ما بغات، ما بغا غير صحاباتي، راه مستحيل هادشي، راه لا إله إلا محمد رسول الله خويا مولي، راكم بقيت عند الناس اللي دخلتني عندها هاد 4 أيام هادي، راكم بقيت في الزنقة. كون عس في الزنقة ولا كون بس ولا ما عرفتش شكون وقع فيا. لا إله إلا الله. وباش عرفتي أنت أنه وصلت أكثر من 30 مليون؟ حيت هي قالتها بفمها، أنا سمعتها كتهضر مع واحد السيدة، قالت لها واش سعيدة مازال عندها تما، فاش عرفت أنا بأن شادة الفلوس، قالت لها واش سعيدة باقا غدير شي عملية؟ قالت لها لا، راه عندها سميتو 30 مليون، راه 20 مليون ديالها عندي، وراها 10 المليون راه هي عندها في البنكة، وراه باقي خصها 20 مليون واحد اخر، وانا في التالي فاش اكتشفت لقيت داك الفلوس كامل ما داروها ليش في البنكة خويا مولاي، انا ما توصلت في البنكة في الكونت ديالي بمليون و80 الف ريال، داك المبلغ كامل هو اللي باش كنت كندير كنسافر هكا لفاس انا وبنتها كندير كونترول وكنشري منه الدواء، ولقيت مبلغ دخل ليا في الكونت ديالي كانوا غير المحسنين كيصيفطوا فيه، اما داك الفلوس كامله هي اللي قالت انا راه حطيت لها في الكونت ديالها كامله، ما حطت حتى شي حاجه، خباسه هي وبنتها وراجلها. وانت ما وصلك والو من داك الشيء؟ حتى شي حاجه ما وصل لي حتى شي حاجه، من غير داك الفلوس كامل اللي كانوا كيشدوا، داك الاستفاده كامله مليون و80 الف ريال اللي حطت في الكونت ديالي هي في هذيك الوقيته فاش كنت انا كنشري منها الدواء وكندير منها هكا كونترول، اما الباقي جمعت هي كلشي، جمعت هي كلشي وخباته تحتها. واخا واجهتيها بهذا الشيء؟ اه، اش قالت لك؟ اديت لك ولا في جهتك شي حاجه ديريها.
قالت لي سيري للرباط، سيري في لفجتك شي حاجه ديرها. قالت لي سيري فين ما بغيتي. ويكش كنا شفنا الوالده ديالك جات وقالت غندي بنتي وانا هذيك بنتي. هذيك اخويا منير، شي الوالده ديالي انا نقولها انا في وجهها، اي وحده تقول شي حاجه انا نقولها في وجهها. الوالده ديالي انا اللي كبرتني الله يرحمها، من بعد ان الوالد حتى هو الله يرحمه، هذيك الوالده ديالي من النهار اللي ولدتني لا انا ولا بنت وحده اخرى، خلتني في عمري عام ونص، ما عمرني عشت معاها وعرفتني حتى درت في عمري 15 عام. عاد فاش انني جيت وتعرفت عليها هنايا في المكناس. هذه امك؟ اه انت درتي 15 عام عاد عرفتي امك؟ اه هذه الصراحه. اذا انتم ما مربينش الكبده على بعضياتكم كما كنقولوا. انا كنت انا واخا هكاك، واخا سمحات فيا، واخا خلات عليا انا اللي مع مرات با، واخا هكاك جيت وسولت فيها نهار اللي فاش ورا ميمتك اختي هذيك كما كان فاش بديت كنكبر وكنعرف، وجيت وسولت فيها حيت هذيك السيده اللي كانت رباتني كانت رايحه معها معاشات، وبقيت انا مازال صغيره وما عارفه حتى شي حاجه، وبقيت كنسول 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 حتى وصلت ليها. فاش وصلت عندها لقيتها مزوجه وعندها ولاد وحدين اخرين. صافي من بعد داك الساعات دوزت معاها مده ديال شهر خرجوا لي الزنقه. بس 15 عام انا تنخدم على راسي، وهذه الحقيقه اخويا منير، وانا قاده نتحدى ونفوزهم لهيا. وحتى المغاربه باغيين يعرفوا، كاين المغاربه اللي بغاو يعرفوا حقيقه سعيدة وشنو وقع ليها بالضبط. يا الله شهد عليا انا كنقول الحقيقة. انا الحقيقة شنو وقع لك سعيدة مع 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 المرحوم الله يرحمه حتى هو؟ شتي المرحوم اخويا منير الحقيقة عارفها انا والله، وهو راه دابا هذاك السيد انا ما كانش بيني وبينه حتى شي حاجة من غير انه هو داك السيد كان باغي يتزوج بيا اولا، وثانيا هاد الخالة ديالي راه عارفة كلشي والكراس ولحوا عليا كلشي اخويا منير. كانت عارفة خالتك؟ كانت عارفة. وجي كنت انا كنمشي للخدمة وكيجي لعندها حتى للدار وتهضر معاها على قبلي انايا. ما داك الهضره اخويا منير ديال انها راه كاريلها ولا تيصرف عليها، هذيك راه غير مجرد هضره. وبالداري انا دخلها مره وحده، راه هو ولدها اللي راه في الحبس، راه عندها ولدها راه في الحبس، هو كان هو كان صاحب ولدها. ودخالتك؟ اه واحد ولد خال واحد ولدها دابا وراه مشدود في الحبس كان صاحبه، واول مره فاش هضر معاها وهضر مع ولدها قال لها انا سعيد داك البنت راني بغيتها وراه بشحال هادي وانا كنعرفها، ما عمري قديت نهضر معاها، انا دابا راه بغيتها وبغيتها للزواج. صافي بقات بيني وبينه في مجرد هضره اخويا منير فقط. ما كانش بيناتكم علاقه غير شرعيه؟ لا ما كاينش لا هذاك العلاقه ديال كانت كتمشي معاها ولا كتقصر معاها ولا كتشرب معاها، داك الشيء خويا غير الكذوب قسما بالله، لا غير الكذوب، غير الكذوب في الكذوب. انا كنت خدامه على راسي، كنت كنقيل خدامه على راسي، كنت كنجي في ذاك الوقيته التاليه عليها قبل ما يوقع المشكل، كنت شي مرة هكا كنشوفو هكا من البعيد تنشوفو سكران. صافي واحد المرة قال لي هانتي جمعي وراقك راه بغيت نضربو انا وياك الكاغط. اختي سعيدة راه اللي عطا الله عطاه. اه باش نكون معاك واضح، اللي عطا الله عطاه. اه هو راه في دار الحق. اه وحنا راه مازالين في دار الباطل. اه وانتي راكي دابا كشتي كلشي على عينيك اختي سعيدة، وعشتي عشتي الزوينة وعشتي الخايبة. هانتي كلشي داز عليك. وفي الاخر هي دار دارت وبقات واقفه على اختي سعيده. بقات على بقات في ظهرك انت. ياك ولا لا؟ مجموعه ديال الكلام، لا الشهود لا الناس لا ولاد الدرب لا الناس اللي كانوا كيجلسوا معاكم، لا بلا ما نقول لاختي سعيده، راه الملف راني حضرت عليه واقيلا من الاول حتى الاخر. كاينه علاقه ما بين سعيده وما بين المرحوم الله يرحمه. كانت علاقه بيناتكم. سمعنا كلام بيناتكم، سمعنا السخره. جيب ليا فعل ليا تسخر ليا هذيك هذيك السخره اخويا منير قسما بالله الا لقيته في الباب هكا ولا كنت خارج نتسخر كيقول لي راه جيب لك. اما باش يقولوا الناس راه كان كيخسر عليا قسما بالله اقسم بايس الرحمن، داك السيد راه في دار الحق وانا في دار الباطل، ما عمري طمعت فيه ديلو ريال اخويا منير. حيت المغاربه كعاوا عليك في واحد اللحظه، لانه في الاول قلتي راه تلقى ليا كريس يعني وشويه لا رانا عندي معاه علاقه. لا داك الساعات اخويا منير انا قسم بالله كنت شاربه الدواء ويلا خارجه من العمليات، وما كنتش بغيت اصلا نقدر حيت كنت عارفه راسي انا ما كنقدرش نهضر وما عارفه شنو تنقول باش نقول لك الصراحه. اما انا ما عندي علاش غادي نكذب، لا طلع عطاه كيما قلتي. لا طلع عطاه باش تقول داك باش يقول شي واحد ان داك الانسان كان كيصرف عليا راه الله فوق كل واحد، ولا عمري طمعت فيه ولا عمري ديت له شي 4 دريال. انا هضر معايا وكان باغيني اهل الزواج، ولكن من بعد فاش ما بغاتش الوالده ديالو انا دويت معاها قلت لها ولد الناس خلينا خوت، كان دوي هكا في التليفون تيهضر معايا في التليفون، ولا كان هو اصلا كان عساس في نفس الحومه فين كنت ساكنه انا. نعم. في الشارع فين كنت نعم. ساكنه انا نعم. انا كنت ساكنه انا ورا في الشارع، كان عساس في هذاك الشارع بنيس. نعم. كنخرج كنلقى هكا جالس في الشارع في الدرب النيس فين خدام ولا في العشيه بحال هكا. اما باش يقولوا الناس انا كنت كيتسخر ليا وكيجيب ليا وكيصرف عليا اقسم بايسر الرحمن، ما عمر داك السيد انا ديت له رزقه
ما عمر ديت له شي حاجه، وراه الله سبحانه وتعالى راه شاهد اخويا منير على هادشي اللي تنقول. كنهضر انا وياه في التليفون من بعد انني فاش انا كنت كنقول انا اللي جاب لي الله شي ولد الناس نتستر نتزوج. علاش حتى شي وحده ما كتجلس انها حياتها ما عندها لا اب لا ام، وكتجلس كدور هكا في تماره وفن هنا كل مره فين. ولكن من بعد فاش ما بغاتش الوالده ديالو هو فمو قالها لي، قلت له صافا ولد الناس الله يسهل عليك نبقاو انا وياك خوت. دازت من قبل موراها بشي 4 ايام قبل المشكل تما فين وقع اللي وقع. هذيك ليله المشكل كنتوا اونصومبل كنتوا مع بعضياتكم؟ لا اخويا منير، اقسم باي الرحمن اخويا ونحلف لك فين ما بغيتي، غير داك النهار انا قيلت خدامه وما شفتوش من قبل، ما شفتوش داك الساعات 4 ايام ولا 3 ايام، 4 ايام ما شفتو ما هضرت معاه ما في التليفون ما حتى شي حاجه. كنت قيله خدامه، جيت من الخدمه نزلت من الطاكسي وراه عندي شهود على هادشي داك النهار واش كنت خدامه ولا لا. نزلت من الطاكسي دست عند هذيك الخاله ديالي كانت في البلاصه فين كنتو صورتو معايا المره الاولى جات افريقيا، جلست معاها شي نص ساعه بحال هكايا ولا ساعه المكانه صافي، وتمشيت بحالاتي. وصلني ولدها الصغير بالموتور حيت انا كنت ساكنه تما بعيده في الصفا، وصلني بالموتور ودخلت حتى مور داكشي كنسمع انا الدار كتهرس عليا واش تراجب، ما عرفتش راسي باش تبليت ولا شنو واقع ولا شنو كاين. واحد شويه صونيت على واحد البنت كنعرفها قلت لها اختي راه ما عرفتش انا السيد، ما عرفتش انا شنو باغي عندي ولا مالو ولا شنو واقع. قلت لها وزيدون؟ قالت لي غير خرجي، قالت لي خرجي. قلت لها راني بغيت نمشي للطبيب. قالت لي صافي هو دابا راه مشى بحالاته، راني هضرت مع الدراري راه مشى بحالاته، غير خرجي غادي نديك معايا نديك للطبيب من بعد داك الساعات يلا هي للدار تمشي تباتي معايا. خرجت انا لقيت البوليس على برا، قلت لهم عافاكم جيبوا لي غير لومبيلوس نمشي للطبيب حيت انا ديجا كنشرب الدواء ديال الاعصاب. قالوا لي مالكي شنو واقع؟ راه قالوا لنا السيد. قلت لهم انا براسي راني ما عرفتش، انا داك السيد اقسم بالله ما كنت تلاقيت معاه ولا دويت معاه ولا شفتو ولا حتى شي حاجه، ما شفتو ما دويت معاه حتى في التليفون ما دويتش معاه. وخالتك والعائله كان في راسهم عارفين انه كاين يعني راه باغي السيد باغي يتزوج بيه؟ خالتي كانت في راسها. نعم. وقلت لك فاش خرجت اخويا منير لقيت البوليس على برا، طلعت معاهم داوني لحدا الكوميسارية طحت على برا، قلت لهم عافاكم جيبوا لي غير لومبيلونس. كيقولوا لي غير مالو معاك؟ قلت لهم انا براسي ما فهماش حتى شي حاجه، وفعلا انا داك السيد ما دابست معاه ما كنت معاه ما هدويت معاه ما حتى شي حاجه، حتى كنسمع السراجم ديال الدار تيتهرسوا. بقاو تيهدنوا فيا، قالوا لي صافي ما عندكمناش تخافي. قلت لهم عافاكم جيبوا لي غير لومبيلونس، انا كنشرب الدواء دابا الدواء راه ما عنديش. بقيت جالسه تما كاينه شي نص ساعه ما عيطوا لي لا على لومبيلونس لا حتى شي حاجه. شي شويه قالوا لي نوضي تمشي بحالاتك. انا توصلوني حدا الدار، كي وصلوني وضربوا الدور هكا يرجعوا تما فين وقع لي اللي وقع لي. انا غاده بحال هكا يلاه تمشيت شي 3 الخطوات ولا 4 حتى كنتفاجئ انا بالسيد مورايا. جيت تلفت كنلقى السيد مورايا، ما شفتوش ما كنتش عارفه واش مخبي ولا بقرقب ولا شنو واقع لي. الله هو اللي تيعلم، وهذه هي الحقيقه خويا مورايا. الله يرحمه الله يرحمه. قلتي واحد الكلمه زوينه في الاول، داكشي اللي كاين عالم عليه انت والله، وهو الله يرحمه. وهذا الشيء هذا هو اللي كنقول لك اخويا منير، وراه ربي اللي عالم. نعم هذا الله يرحمه الله يرحمه الله يغفر ليه ويغفر لجميع المسلمين. اذا المشكل اليوم من بعد هذا الشيء كامل وقع المشكل، مشات سعيده تعالج، شفنا الضجه، شفنا العدد يعني شفنا التضامن ديال المغاربه، بدات كتجيك المساعدات ياك سعيده؟ بدات كتوصلك المساعدات؟ وصلاتك شي حاجه بعد باش تقضي باش ديك الساعه في الاول ليا انا؟ عارفه راسك راه كتوصلك مساعدات حيت سمعنا سميات ناس من جميع انحاء، نجوم مغاربه، عائلات يعني معروفه وناس معروفه قدمات يد المساعده وعاونات سعيده. حيت المحسنين كاملين الله يكثر خيرهم اخويا منير هما براسهم داروا الثقه في هذيك السيده، حيت بانت ودواس وقالت لهم انا سعيده حنا نوقفوا معاها لو انها تجي شي جمعيه تساعدها تمشي تعالج وخا ترجع لي غير عوينه وحده اخويا منير. وكلشي ثق فيها بان غتوقف معايا، وكانوا كيصيفطوا في لاكارت ديالها ولاكارت ديال ما كتوصل بمساعدات. وكاين الناس الله يكثر خيرهم اللي كانوا كيجيو حتى للدار وكيجيبوا لها مبالغ اللي انا ما عارفاش، ما تنشوفش اخويا منير ما عارفاش. ديك الساعه انت ضاربه لي بونسمون على عينيك بزوج؟ الفاسمه، وفي نفس الوقت كنشرب الدوايا اخويا منير. الله شاهد عليا حتى الهضره اللي كنت كنهضر ما كنت كنعقل شنو تنقول. والله اخويا منير شي الهضره اللي كنت كندوي بحال هكا راه كاينه شي هضره دويتها انايا هكا. حيدي شويه من الشمس اختي سعيده، حيدي من الشمس على قبل عينيك.
باش ما تاثري. كاين شي هضره هكا، كنت كندير فيديوهات مع الصحافه تيقولوا لي ها شنو كنتي كتقولي، والله ما تنعقل اخويا منير، والله شاهد على هادشي اللي تنقول، ما كنتش كنعقل، كنت كنشرب فانيد بزاف ديال الاعصاب، ما تنعقل على والو. الناس كلهم المحسنين والمغاربه وخوتنا العرب من كل بلاصه داروا فيها الثقه، وكانوا كيصيفطوا لها في لاكارت ناسيونال ديالها. امتى حسيتي بها انها تقلبات عليك؟ من بعد انها فاش كانوا ساكنين عند هذاك السيد تا هو الله يكثر خيره فين اللي كان داير فيهم خير، فاش خرجنا من عنده وداروا الدار، داروا الدار، داروا الدار، بداو الاصلاحات في الدار. فين داروا الدار هذا؟ جيت للوزين ديال الزيتون. اها. من بعد ان السيده كنت كما كيعرفوا الناس كنخرجوا انا وياها هكا تنقنطوا تنخرجوا تنضربوا دويره، كيكون عندي الكونترول تمشي انا وياها، المهم هكا ديما انا. وهذاك الشيء اللي هاد الدويره وهاد الكونترول وهاد الشيء راه كيصرفوا عليك من فلوسك نيت، من الفلوس اللي كتجي. حس قريب منها وقع لي مشكل عمره وما ريال ما خسروا، هذه حاجه وحده. اولا وثانيا النهار اللي فاش وقع لي المشكل وكان جات مي المرحوم الله يرحمه وجاو معاها ناس اللي كانوا جاوا كيشوفوني، كتقسم لهم بالله كتقول لهم انا في جيبي 1200 درهم في البسطام اللي عندي، كتقول لهم انا 1200 درهم اللي عندي. من بعد داك الساعات ما كاينش اللي شي واحد الله يجازيه بخير اللي كيدخل وكيدخل بيدي خاوين، ما كاينش، ما كاينش شي واحد اللي كيدخل وكيدخل بيدي خاوين. وهي داك الساعات جالسه كتجمع فاش شافت الفلوس تما فاش قالت لهم انا نزاف سناني، انا قالت لهم المره الاولى قالت لهم انا كنخرج من براكه وكندخل في براكه، ولكن من بعد قالت لهم انا يا هي تبقى معايا وانا نزاف سناني تيقدر الله شي تاول الخير. صافي بقيت اخويا انا صابره اخويا منير كنقول ربنا غيجيب لي شي محسنين هكا اللي يعاونوني نبعد منهم كاع في مره، واخا انا صابره لداك الشيء، واخا تنشوفهم تيقهروني، واخا بزاف الحوايج صابره، واخا تنسمع الهضره قلت ماشي مشكل انا نبقى صابره تيدير لي الله شي تاود الخير، يجيب لي الله شي محسنين يديوني على برا نتعالج ولا شي حاجه، المهم ما نبقاش معاهم. ولكن حتى لواحد النهار كنتفاجئ ان بهم تبجوج بهم تيهضروا، تتقول لها شوفي كيفاش ديري لها، تمشي بحالها تجمعي لها شنطاتها وتمشي بحال نشوفوا كيفاش نديرو لها تمشي بحالها. وانت كتسمعي؟ وانا جالسه كنسمع، وانا من بعد داك الساعات انا حبست الدواء ديال الاعصاب اللي كنت كنشرب كينعسني، صافي ما بقيت شربته وانا نسمعهم هكا تيهضروا فيا. المره الاولى نتو هكا وانا قلت لها كيفاش شنو كتقولوا، قالت لها بنتها بغيتي تهضري شي حاجه قوليها مجهد. صافي من بعد هي تقول لي لا حقه وحقه، هي انا سمعت الهضره وسمعت الهضره مع شي عائله وهذه، وبقات كتدخل وكتخرج في الهضره. قلت لها انايا انا صبري معايا انا معاكم، الا انا مازال نشوف المحسنين، نشوف شي جمعيات اللي قدروا ان يعاونوني يساعدوني، وداك الساعات انا نمشي بحالاتي. قالت لي صافي. من بعد عاوتاني ولا المشاكل وهذه، وكتهضر هي وبنتها وحده كتحرش في وحده، كتقول لها انايا غير تمشي بحالها، خصنا كيفاش نديرو لها تمشي بحالها باش نزيد نبني دار وحده اخرى الفوق ونصلحها ونكريها ونبقى نعطيك فلوسها وحنايا نصلح هذه ونسكنوا فيها، المهم كيفاش دير باش تمشي بحالها. صافي من بعد السيده كنقولها يلا نخرجوا ما غير نجيب الدواء ولادي، قالت لي كتقولي شوفي اللي غادي يخرج معاك. قلت لها علاش نوبال الولاد ديري لي هكا، فاش كيصوني غير شي واحد هكا من المحسنين ولا شي وحده تتسول فيا ولا من دوك الناس اللي كانوا كيصيفطوا لها كتقول لي ديري المراه يعيطوا لك في تليفونك، ورغم ذلك داك التليفون اللي عندها شاريها بفلوس المحسنين، فلوس اللي صيفطوا المحسنين الله يجازي بهم الله يجازيهم بخير، شاريها بفلوس داك المحسنين. قلت لها دابا اللي كتقولي لي انا ما تنشوفش وانا ما غاديش نعرف نقيد لا نوار مرة حتى شي حاجه، قلت لي انا ماشي سوقي، قلت لي ما يعصوني عليا حتى شي واحد، ولات كتبلوكي في النوامر ديال عباد الله ولات كتقطع عليهم، كتقولي انا ما بقيتش باغا نجاوب حتى شي واحد وانا غادي نبدل هاد النمره كاع. صافي تما فين وقع المشكل، صافي تما فين خرجوني كملات الفلوس. ثلاث يعني ديك الساعه صافي سعيده ماشي سالات، هما الفلوس خويا راه فهمتي خباوها، وانا كنت عارفه الفلوس فين مخبينها في الدار، ولكن ما عنديش الجهد باش شنو غادي يدير. عارفهم فين؟ عارفهم الدار اللي فاش رحلوا لها كنت عارفه فين دايرين الفلوس وعارفه كل شيء، وحيت ما قدوش يديوها للبركه باش انهم ما غاديش يقدوا يتفرشوا مع المخزن ولا شي حاجه، كنت عارفه فين مخبين الفلوس باش ما تبانش. ولكن انا ما عندي ما غادي ندير. السيده راه قبل ما يوقع لي المشكله اخويا منير انا كنت كنجي عندها للدار، وقسما بالله وهذا الشيء كامل اخويا منير راه شوف راه عندي كما تيقولوا راه الخوف غير بسيد ربي، راه المتابعه تابعه وراه اللي فيا راه ربي تيشوف. هذا الشيء كامل اللي تنقول حرف بحال الله شاهد عليه. شتي النهار اللي فاش كنت قبل ما يوقع لي المشكل كنت كنجي لعندها كتقول لي راه ما عنديش باش ناخذ حتى الحليب، راه ما عنديش باش نشري حتى حليب، وانا كما كتعرفوا كنت خدامه داك الساعات في المهايا، وتنجي داكشي اللي صورت غير 70 درهم كنفرقها معاها داكشي اللي قسم لها. انا في داك الوقيته راه ما كنتش كنعرف
نعم مشاهدينا كنعتذروا على الانقطاع الخارج عن ارادتنا، غادي نكملوا مع سعيده هاد يعني هاد الشيء اللي وقع لها من بعد هاد الواقعه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، الكل صراحه حنا بروسنا كنا كنقولوا الحمد لله، لانه وصلتنا انباء، وصلتنا مجموعه ديال الحويجات ديال انه الحمد لله راه تواصلوا مع المحسنين، عدد من الناس راه جاوا عندها، هادشي لا يخفى عنا. وطبعا هادشي راه شفنا التضامن ديال عدد ديال المغربيات والمغاربه لا من داخل الوطن ومن خارج ارض الوطن، لكن الان كنتصدموا بهذا الكلام اللي كنسمعوا من عند سعيده، خصوصا انها كتقول لك انها ما دارت لا عمليه لا والو. المحسنين كانوا كيعاونوا، الناس كانوا كيعاونوا على اساس انهم كيصيفطوا لك على اساس انه راه سعيده راه كاين امل انه يرجع ليها البصر ديالها وترجع للحياه ديالها وتمشي تخدم على راسها. واش رجع لك؟ واش دابا كتشوفي شويه ولا فقدتي البصر بمره؟ لا عندي واحد العوينه اليمنيه، العين اليمنيه كما بزاف ديال الناس راه تيعرفوا تنشوف بها واحد شويه ديال الخيال. الاخرى؟ لا الاخرى لا مشات ليا. شنو قالوا لك الاطباء؟ شنو وقع لك في عينك؟ الاطباء كيقولوا لي بان زعما العين هكا اليسريه صافي مشات، حيت كانوا تقطعوا لي العروق فاش وقع لي المشكل، ولكن العين اليمنيه زعما عندي المشكل في الشبكه. العين اليسريه؟ لا العين اليسريه مشات ليا في مره صافي ما بقاتش صالحه، ولكن العين اليمنيه عندي المشكل واخا هي هكا محلوله وداكشي، وفاش كنشوف غير شويه هكا ديال الشعه قدامي. حيت كنا شفنا في فيديوهات سابقه انه الاطباء قالوا انه مستحيل ترجعي تشوفي. ولكن دابا املي في الله خويا منير، املي زعما هكا يا في الله، انا كنقول زعما بحال دابا العلم ولا كنقول املي في الله سبحانه وتعالى، حيت المره الاولى كان داك الساعات ما كنت عيني مضروره لواحد الحاله اللي كبيره، ومن بعد ولا عندي الامل في هذه العوينه هذه اليمنيه، ودابا املنا في الله سبحانه وتعالى. دابا بقيتي دوزتي سعيده درتي شي حاجه ولا والو؟ ولا قول لي مضاربه مع لقمه العيش وفين تنعسي؟ انا نقول لك صراحه شحال دابا انت بحال هكا في هذه الحاله؟ شحال باش تلاحيتي؟ عام دابا خويا موري. عام وانت مليون؟ عام وشهر دابا. وباش كدبري راسك؟ فين ساكنه؟ فين كتعيشي؟ فين كنت كاريه انا واحد السيده كاريه معاها. كاريه من بعد اخويا موري كيما قلت لك ما كاينش ما يعجب. ما تهلاوش فيك؟ ما كاينش ما يعجب، كنجلس بالجوع، واخا انا واحد السيده الله يكثر خيرها ما كتخلينيش ولاش، كتصيفط لي داك البركه هكا، حيت حكيت لها انا كنت سوريت عليها وحكيت لها وقلت لها راه شنو وقع لي وشنو وقع لي، وكتصيفط لي مسكينه هكا باش كنشري الدواء، حيت الدواء اللي خرجوا لي مؤخرا غالي، كتقابلي تقريبا 700 درهم ديال الدواء هكا في الشهر. دابا باقا كداوي عينك؟ مازال تنستعمل الدواء. شنو الادويه اللي كتستعملي؟ كنستعمل تقاطر ومخرج لي كاين. رجعي شويه اللور اختي على الضوء، على الشمس، على عينك. كنستعمل تقاطر العينيه وكنستعمل سميتو كيناس هكا ديال الاعصاب، ولكن داك الكيناس مابقيتش اخويا منير تنلقى باش نشريهم، بحال هكا متكافى غير مع داك التقاطر، غير داك واحد السيده مساكن هما اللي كيعاونوني هكا باش كنشري الدواء. لا اله الا الله. هذا المنزل اللي كنتواجدوا فيه الان دابا حنايا، هذا ديال احد السيدات هنايا هي اللي مستقبلك، شحال انت دابا عندها؟ دابا شي 4 ايام هادي. نعم سعيده، اليوم شنو بغيتي من خوتك المغاربه من خرجتي وكشفتي هاد الحقائق اللي صراحه صادمه؟ كناش كنظنوا انك غتكون هنا. الكل دابا واقيلا المغاربه كاملين كيقولوا سعيده راه مشات، راه بخير، راه عايشه مزيان، راه صيفطنا ليها. هنا دابا هادشي ما يخليش الناس تبقى دير حتى الثقه. دابا حتى الناس اللي غتبغي تعاون ولا غتبغي تساعد ما تبقاش دير الثقه، لانه انا كنصيفط واحد البركه كنحيدها من وليداتي، وكنتستغل داك العاطفه ديالي وتستغل داك الحنان ديال القلب ديالي انني تعاطفت معاك وبقيتي فيا، وفي الاخر تجي ديك البركه يتصرفوا عليها ناس اخرين. فهنا يعني صعيبه الامور سعيده. ملي كي شنو يعني كي كانت رد الفعل ديالك ملي شفتي هاد الفلوس مشات، عويناتك مشاو، انت لقيتي راسك في الزنقه؟ غادي نقول لك يا مولاي وحق الله كنتمنى، انا وليت كنطلب الموت. الله اقسم بالله خويا والله جادني وليت كنطلب الموت يا مولاي، انا متنعس راه غير حالتي تعطيك الخبر، انا متنعس مثلا ناكل متنشرب حتى شي حاجه قسما بالله، انا كنت مصدومه وكنبات مصدومه. حبسي من لبكه اختي الله يحفظك، حبسي من لبكه. عيس عيس اخويا وعيس اخوتي المغاربه عيس عيس، راه يا خويا مولاي وليت كنطلب غير الفلوس، علاش وباقا لحد الان عندها نوامر ديال الناس وكتعيط لهم وما
عند هاد الوالد ما احتفظت بيهم وكتعيط لهم انهم باش تزيد تستغلهم. وفاش درت الفيديو تواصلت مكالمات مع الناس وكتهضر معاهم وكتصفط ليا ناس كيهضروا معايا بريفي وكيسبوني. ما عرفتش علاش باغي انا عندي راني ربي اللي عالم بيا. لا حول الزقه بغاوني نخويو هاد البلاد. انا ما عنديش فين نمشي. انا كنقول لقيت فين غادي نمشي نخوي خويا مدير هاد البلاد. ما كنبش عليك ما نشوفش البلاصه فين ساكنين هما انا يا خويها. ولكن ما لقيتش الجد. انا خير انا مشاو لعويلات ما لقيتش الجد الى الله سبحانه وتعالى. نعم وشنو بغيتي اليوم من خوتك المغاربه ومن الناس اللي كيشاهدوك واللي اليوم يعني صراحه انا اكيد غيكونوا عدد ديال الناس مصدومين من هذه الحاله اللي وصلتي لها سعيد. انا بغيت خوتي المحسنين حيت انا لقيت الخير في الناس ما لقيتوش في اقرب الناس ليا. انا الناس البرانيين كامل لقيت فيهم الخير الله يكثر خيرهم. وبغيت خوتي المحسنين يوقفوا معايا يشوفوا لي جمعيات اللي يقدروا يعاونوني وخا نخرج كاع من هاد البلاد وندير عمليه وترجع لي وانا بغي عوينه وحده ونخدم على راسي. راني مقرفصه راني غادي نطلع من الزنقه. راه لا حول الله رحيم لا اب لا ام غير الله سبحانه وتعالى. راه والديا اللي كبروني راه الله يرحمهم. راني خصكم وديروني خصكم وبنتكم. راني غادي نطلع من الزنقه. راه ما عندي لا حول الله رحيم من غير الله منسوب. هادشي اللي كاين. لا اله الا الله. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما كتابعوا معنا واخا قولي النمره ديالك اختي 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 سعيده اللي بغي يعاونك واللي بغي يساعدك قولي الرقم ديالك. 06 48 82 62 57. عاوده 06 48 82 62 57. نعم ما تبكيش اختي ما تبكيش. حاولي على عويناتك حاولي على راسك فكاين الله سبحانه وتعالى ما كيسد باب حتى كيحل البيبان. هذا هو اللي كاين. صافي هي ما طالبه حتى شي حاجه باغي غير اللي يساعدها على حساب برا. نعم ما عندهاش اصلا اخويا منير انا متكلس هنايا ما عندها لا خوت لا والدي لا حتى حاجه. كراش اخويا الخويا هذا البلاد اذا مشيت تما كاينه نلقى اخويا ما يديروا لي شي حاجه. لا يعني دابا انت كتقلبي انك تخرجي بانا يعني زعما باش تشوفي ديري شي عمليه ولا الله يسمع. يعني نطلبوا من الله يكون تفاعل ايجابي مع الطلب ديالك. علاش لا؟ بغيتي شي حاجه نعم احد نعم احد المواطنات كتقول لك ضعافت مسكينه. نعم اختي انا بصح انا شخصيا دخلت انا صدماتني لانه كنا حضرنا معها وحضرنا مع سعيده في الوقيته اللي كانت كتعالج في الوقيته اللي كانت وقع عليها المشكل كاع وما كانتش في هذا الحال اللي كنشوف فيها الان. الله يكون معها الله يشوف من الحال ديالك. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى مشاهدينا متابعي قناه شفت في انهم بارطاجيو هذا البث المباشر على نطاق واسع. نخليو الرساله توصل لكل القلوب الرحيمه لكل الناس اللي كذلك الناس اللي رسلوا مساعدات ديالهم والاعانات ديالهم لهاد الناس. ها هي الحقيقه امامنا. ها المعنيه بالامر امامنا الان. هي كتقول لك انني ما توصلت بوالو داكشي اللي صيفطت ليها راه ما وصلهاش. على حساب كلامها كتقول لك انه الفلوس اللي كانت يعني وديك المساعدات اللي كانوا جايين لصالح سعيده فراه مشاو دارت بهم دار وتشرات بهم بقعه وداروا بهم شي حويجات اخرين لصالح ناس اخرين. وسعيده الان راها جالسه غير مع هذه السيده اللي كتشوفوا معنا هي اللي جالسين عندها جالسه عندها في الدار. كنوجه لها الشكر وكنقول لها الله يرحم لك الوالدين. يعني هادو هما المغاربه والمغربيات. ما كنفوتوش بعضياتنا خصوصا في اللحظه ديال ساعة المحنة ساعة الزيار ساعة اللي ما يعرفك فيها حتى شي واحد. كما كنسمعوا سعيدة الآن كتقول لك ما عندي لا أب لا أم. عندها الأم ديالها البيولوجية ولكن راها مزوجة ودارت وليداتها ودارت كل شيء. قالت لك ما كانتش كتعقل عليها حتى فاش كانت بخير عاد وهي مريضة. هذا كلامها مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في وكتحمل هي المسؤولية ديالو. كلمتك الأخيرة أختي وشنو تبغي تقولي للمغاربة اللي كيشوفوك الآن واللي كيتألموا معك. عدد من الناس كيقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خوتي المغاربة انتم مع عائلتي. هادشي كامل اللي قلت اللي بغى انه يقول سعيدة كتكذب يجي لعندي يشوفني مباشرة اي حاجة قلت انا فيها تنكذب ولا هادي. انا هادشي كامل اللي قلت راه حقيقة والله شاهد عليا واللي قال انني راني غير تنهضر يجي يشوفني مباشرة ويشوف الحالة ديالي ويشوف هادوك الناس شنو داروا فيا وهادشي اللي كاين. وانا كنطلب منكم ديروني بنتكم انتم مع عائلتي انتم مع كل شيء وقفوا معايا يمشي جمعيات ومحسنين انهم اللي قدوا يخرجوا لي واخا على برا ولا ندير غير عمليه وترجع لي غير هاد العوينه هادي ونهز راسي براسي كما كنت هز راسي ملي كانت في عمري
14 عام وانا تنخدم وتنضرب تماره ومعيشه راسي. ما كان داك الوقيته وما كان عندي حتى شي واحد من غير الله حتى وقع لي المشكل. لا اله الا وبقى لدابا ما عندي غير الله سبحانه وتعالى. الوالد ديالي الله يرحمه، الوالده اللي كبرتني الله يرحمها، جداتي اللي كنت كبرى معاها هي الله يرحمها، بقى عندي غير الله سبحانه وتعالى. وانتم اخوتي المغاربه ومحسنين، وانا بنتكم اختكم الله يجازيكم اللي فيها الخير. شنو تقولي للخاله والبنت خالتك الا كانت كتشوف فيك الان؟ رجعي شويه الله اختي على الضوء. نعم نقول لها انا عمري ما نسمح لهم، عمري خويا منير ما نسمح لهم، وتنقول لها الله ياخذ فيها الحق صباح وعشيه كان ياخذ فيها الحق. وقال دابا كتعطي نوامر الناس وكيهضروا معايا بشي اسلوب خايبين، حيت عارفين اللي انا ما غاديش نقدر ندافع على راسي، ما تنشوف ما حتى شي حاجه، وباقي كتحتقر فيا وباقي كتهضر فيا مع ناس وباقي كدير شي فعايا اللي ما يديرو حتى شي واحد. وانا تنقول انا ما استغربتش فيك حتى شي حاجه، انا كنت حاسبه هي مبيبتي وهاديك كنت حاسبه اختي، كنت حاسبه اكثر من نفسي، كنت عزيزه عليا اكثر من نفسي، ولكن غدروني دعيتهم لله، دعيتهم لله تعالى. هادشي اللي غادي نقول الله ياخذ الله هو اللي غياخذ لي حقي، حيت ما عنديش من غير الله وخوتي المحسنين، ما عندي لا اب لا يدافع عليا، ما عندي لا حتى شي واحد من غير الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. مشاهدينا متابعي قناه شفت تيفي كما كتابعوا معنا، والله العظيم للاسف ان الامور توصل لهذا الوضع هذا. فكما كنشوفوا الوضعيه الان ديال سعيده امامكم وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. الله يدير الخير، كنتمنوا نبارطاجيو هذا البث المباشر على نطاق واسع، اللي ما قدرش حتى يساعد فنوصلوا الرساله ديال هاد الشاب هادي. في الاول وفي الاخير كما كتقول، وهذه الكلمه اللي كتضر، كتقول لك ما عندي حتى شي واحد من غيركم انتم خوتي المغاربه وخواتاتنا المغربيات. فصراحه هذه اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي نشوفوها من الجانب الانساني، اللي عطى الله عطاه كما كنقولوا، قدر الله ما شاء فعل، كتب الله ما يعني، ها هي المكاتب ديال الله كتصرف، كل واحد خذا الجزاء ديالو، سواء اللي في الدنيا راه في الدنيا ولا اللي في الاخره اللي في الاخره. ولكن كنشوفوا الان الوضعيه اللي كنشوفوها هي اللي كتعيشها هاد الشابه هادي، فحتى واحد فينا ما غادي يبغي يشوف انسان خوه مسلم خوه مغربي مليوح في الزنقه، ولا اختو يعني كي خوه كي اختو انها مليوحه في الزنقه. فراه كنشوفوا ناس غير ما كنعرفوهمش وكدوز يعني كدير الواجب وتقلب وتلقى شي حل، لانه الا ما كانش فيك هذا الشيء، الا ما كانش فيك هذه القيم الانسانيه وهذه القيم الحقيقيه، فراه يا رحيم يا رحمن كما كنقولوا، يعني الانسانيه راه مشات. فكنتمنوا ان شاء الله سبحانه وتعالى يكون التفاعل الايجابي مع النداء ديال سعيده مع الطلب ديالها. اليوم سعيده راها عند هاد السيده هادي، واللي كنتمنوا من الله تعالى الله يجازيها بخير والله يكون معها حتى هي، لان ظروفها صعيبه وصعيبه، الله يكون معها، لكن ربي راه كيشوف كل شيء. اذا بقى الدور عليكم انتم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، نبارطاجيو هذا البث المباشر على نطاق واسع باش توصل الرساله ديال سعيده للمحسنين اللي عاونوها. هادشي علاش كنقول انا بارطاجيو باش الرساله توصل دوك الناس اللي عاونوا سعيده، دوك الناس اللي هزوا من رزق وليداتهم ومن رزقهم وصيفطوا سعيده وعاونوها، باش يعرفوا الحقيقه انها سعيده ها الوضعيه ديالها. شوف كي ولات مسكينه حالتها يرثى لها. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، تزادت عندها شي 10 سنين ولا 15 عام اللي تزادت في العمر ديالها، كبرات شوف نعم كبرات مسكينه، شوف كي ولات 28 سنه، شو وضعيتها كيف ولات، غدا يعني غدا وكتغدا في النقصان كما كنقولوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حتى دابا راه بقات لها عوينه وحده كتشوف منها شويه، نعم تستافد بها يعني تخدم بها دير بها شحال من حاجه. نعم يعني اخويا مولي راه كلشي اللي الحل الا العينين، الا العينين نعم نعم، عينكم هما اللي كيجيبوا هما اللي كيحركوك هما اللي كذا راه اي حاجه. نعم، فكما كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وكما قالت السيده اللي مستقبلها الله يجازيها بخير، انها هذيك العوينه اللي باقا عندها اليمنيه هي اللي باقي فيها شويه ديال الامل، الان كتشعي بها شويه، كتشوف بها شويه ديال الشعر، ياك اختي سعيده كتشوف بها شويه ديال الشعر، هذيك العوينه كتقول لك سعيده بغيت نمشي يعني ندير اي حاجه ولو ترجع ليا غير ديك العين باش نوض نخدم على راسي ونهز راسي كما كتهز راسي وانا بنت 15 سنه. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنقولوا لهاد الناس يعني اللي كتستغل المآسي ديال عباد الله، ما كندويوش على هاد السيده ولا على خالتها ولا هادي، كندوي بصفه عامه، فزعما يعني لا حول ولا قوه الا بالله. والو ما بغينا اللي سعاده تخرج برا، ما باغيين حتى شي حاجه، ما يعطوناش ما يمدوناش. نعم
يعني انت دابا كي خرجها لبرا يساعدها على حسب العوينه ديالها صافي هادشي اللي بغينا. كما قالت السيده الان فهي كيطلبوا يعني كما قالت انه اللي غادي يقدر يقدم لها يد المساعده ويقدر يديها يعالجها بيدو كاع ما يعطيهاش كاع ما تشد حتى شي حاجه في يدها يا كسعيده. مشي غير تعالجي. شوفوا لي جمعيات ولا محسنين يخرجوني غير على برا نتعالج ويديروا لي شي حل وانا ديك الساعات انا نخدم. صراحه خويا مولاي هنا ما عندها لا سكنه ما عندها لا خوت ما عندها لا والدين. انا دابا خويا انا السيده ما عندي لا تخرج هاد السيده هادي الله يكثر خيرها انا راه غير ضيفه عندها راه من غدا غادي نخرج نخرج للزنقه خويا مولاي. لا اله الا الله. فمشاهدينا الناس اللي كيكون اخويا مولاي اللي كيبغوا يساعدوا. نعم كاين ولاد الناس كاين ولاد الناس وكاين بنات الناس الحمد لله وكاين قلوب الخير الحمد لله والقلوب الرحيمه واللي كيحسوا ببعضياتهم. فانت كما كتسمعي قالت لك اكثر من 30 مليون وعاد 3 المليون في الكونت وزيد وزيد وزيد. هذاك الشيء اللي داه من سيدي ربي حنا كننساو علينا داك الشيء راه البنادم راه في الدنيا راه ماشي في راه كيما قال شنو ما عرفوش شنو غيجيب لهم سيدي ربي. نعم يمهل ولا يهمل. يقولوا ولادو 10 المليون منهم اللي خلقهم ولكن هاد السيده هذه باغا تحاجم وباغا تشي حاجه. أبو ثلاثة نقول لها البارحة لقيتها في الشرجم دايرة يداها وكاع الشرجم كازا كتبكي كنشوفي ما تبقايش تفقصي شوف راه ربي فوق من كل شيء راه واخا يدي لك بنادم مليار غيدي خفف عليك كل شيء راه مقيد عند الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كنتمنى التفاعل ديالكم الإيجابي طبعا وهذا يعني كما كنقولوها دائما مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي ف يعني ما كنعرفوش المستحيل أي حاجة ممكن إن شاء الله تحقق بكم أنتم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي ونبدلوا الحال ديال هذه السيدة علاش لا وهذا المرة غيكون اتصال مباشر معها هي هذا الرقم 0648 82 62 57 ديالك سعيده ديالك انت عندك لاكارت ناسيونال عندك لاكارت ناسيونال دابا لا تواصل معاك شي واحد غيتواصل معاك انت مباشره ياك ما كاين دابا لا وسيط لا تيطا تيط ياك اللي بغى يجي يشوفني مباشره واللي بغى يجي يشوفك يجي يشوفك مباشره هذا هو اللي كاين مشاهدينا اللي باغي يدير الخير واللي باغي يتواصل مع هاد السيده فهي كتواجد بويسلان يتواصل معها بمكناس يتعيط لها ويجي عندها مباشره وهاد السيده اللي مستقبلها حتى هي غنقول لها الله يجازيك بخير وشكرا شكرا 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 ربي يتقبل منك والله يشافي لها الوليد ديالها حتى هي يا رب. مشاهدينا ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من ويسلان نواحي مدينه مكناس هاد النمره فيها الواتساب فيها الواتساب. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي هذا الرقم فيه الواتساب وفيه الاتصال الى اللقاء. عندي تليفونيه بسيطه خويا لا ماشي مشكل راهي ماشي مشكل الهضره ماشي مشكل ماشي مشكل لا تواصلوا معاك راه الناس غيعيطوا. نعم الله يجازيكم بخير اختي نتعاونوا على هذا الاجر هذا فراه لا شوف ماشي الدنيا كامله خايبه كاين الخايب وكاين الصالح وكاين الطالح راه ملي ها شتي راه خصنا انتو شحال زوينه اللي نتقابلوا الله سبحانه وتعالى مشتي راه ما تغويك للي عنده فيلا للي عنده طوموبيلات شوف راه خصنا شنو نديرو شي حاجه زوينه باش نتقابلوا مع الله. لا لا راه شتي كانت عندي الامكانيات راه ما غاسمحش ليا انا راكم ما كانش عندي غير ولد عنده اعاقه راه بقيت تندور بيا مسكين راه ما خليتش شي بلاصه حيت انا راه 12 عام وانا مع الولد ديالي هكا تنحكي الله راني انا براسي دابا هي راه كتسمى حتى هي عندها اعاقه شفتي بعد باش يمشي له البصر ديالو راه خاصو اللي يعاونو خاصو اللي يمد ليه خاصو 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 مسكينه هي دابا دابا تصور كنحط ليها غير هكا اتاي في الطبله رقه واش حنا كتبغي خويا ليا فريمي جا هكا كنديرها غير في الخبيز رمه البارحه انا رمقتولها اي حاجه اي حاجه خصك تمدها مسكين ما كتشوفش اجرك لله البليصه ديالها هي اللي كتفرشها كتحط المخده ديالها وكتطلق الملايه ديالها صافي هادشي اللي كدير إذا الإنسان عاجز عاجزة يعني ما عندها ما تقدم لا ما تأخر. نعم مشاهدينا شكرا لك اختي الله يجازيك بخير على هذا العمل ديالك الأخت تحياتي لك. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي ما بقى لي إلا نقول لكم إلى اللقاء كان معكم مراسل القناة منير معطاوي.